حلوه الكلمه اللي انت قلتها، تيشيرت النادي الاهلي دايما. ايه القصه في الموضوع ده؟ لانه ناس كثيره تقول لك ايه، اصله انتوا بتقولوا اي كلام الاهلاويه. لا مش اي كلام. لا طبعا انت يعني شوف، يعني هترجع لتاريخ النادي الاهلي ولا الفرق الكبيره، يتعدى ممكن بمواسم ما فيش جيل كبير ولا ما فيش فريق قوي، لكن باسم النادي وتاريخ النادي والتيشيرت يعني حتى تبدا انت وياه نفس المستوى مع فريق فنيا في الفتره هذيك ولا في المباراه هذيك، فانت تكسب لانه طبعا في ثقه، فيه ثقافه داخل النادي. يعني في فما نوادي كبيره متربيه على الالقاب وعلى الانتصار، حتى ما تبداش في يوم كبير فنيا تعرف تنتصر، وهذاك هو ما تنجمش تكون صدفه، صعب انك تكون صدفه. سعيد بيقول لك اللي بيحبوا النادي الاهلي احنا كمان بنحبه، واحنا بنحبك برشا جدا يا كابتن انيس. خلينا نطلع فاصل الاول ونرجع نكمل مع نجمك الكبير كابتن انيس بوجلبان.